اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، هناك موضوع عن أعظم مطالب الإنسان في الحياة. الحقيقة لو أنك سألت أي رجل أو أي إنسان على وجه الأرض، كائنا من كان، من أي عرق، من أي جنس، من أي قوم، من أي ملة، من أي نحلة، من أي دين، أي إنسان سألته عن هدفك في هذه الحياة لقال لك أن أسعد في هذه الحياة. هذا الجواب الجامع المانع المشترك بين جميع البشر على اختلاف أنواعهم وألوانهم وأجناسهم ومللهم ونحلهم. من أين يأتي الخطأ إذن؟ ما دام الهدف واحد، ما دام البشر جميعا يتجهون نحو هدف واحد وهو أن يسعدوا أنفسهم، من أين يأتي الخطأ؟ لماذا في الحياة أناس يشقون؟ لماذا في الحياة أناس معذبون؟ لماذا في الحياة أناس هالكون؟ ما دام هدفهم جميعا هو السعادة. الجواب عن هذا السؤال إنهم أخطأوا في تصور الوسيلة التي تفضي إلى هذه السعادة. من هنا جاء الخطأ. الهدف واحد والتصور مشترك، لكنهم أخطأوا في اختيار الوسيلة التي توصلهم إلى هذه السعادة. بعض الناس رأى السعادة، كل السعادة، في جمع المال، كسب المال غير جمع المال. قد يكسب الإنسان مالا ليحيا به، لأن المال كما قال الله عز وجل قوام الحياة، جعل الله لنا فيه قياما. كسب المال من أجل أن ينفق على نفسه وعلى عياله، وأن يتقرب به إلى ربه، وأن يصون أهله عن التطلع إلى غيره، هذا كسب المال. لكن جمع المال كما قال عليه الصلاة والسلام: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. إذن قد يتوهم أو يتصور الإنسان أن سعادته في جمع المال، يسعى إلى جمعه ليلا نهارا سرا وعلانية في كل أوقاته، كل خواطره، كل هواجسه، كل مشاعره، كل طاقاته، كل جهده، كل إمكاناته، كل تفكيره، ساحة نفسه ليس فيها إلا المال. يسعى ويجمع من الأموال ما لا يحصى، وتأتيه المتاعب والهموم والأزمات، إلى أن يكتشف في وقت متأخر وبعد فوات الأوان أن المال شيء ولكنه ليس كل شيء، بل ربما كان جمع المال سببا للشقاء في الدنيا والآخرة. ربما كان جمع المال سببا للشقاء في الدنيا والآخرة. وعلى هذه الحقيقة ألف قصة وقصة.
تعرفونها جميعا. هذا يصاب بأمراض عضالة، هذا يصاب بأزمات قلبية، هذا يصاب بهم، هذا يقول لك الدنيا أطبقت علي، هذا يقول لك كاد قلبي يتفطر من شدة الألم. له محضر ثمنه 60 مليون أخذ منه. إذن قد يتصور الإنسان أن سعادته في جمع المال، فيسعى له ليلا نهارا، يستهلك وقته كله، يستهلك شبابه، يستهلك عمره، ويكتشف بعد فوات الأوان وفي خريف العمر أن المال ليس كل شيء بل هو شيء، وربما كان جمعه سببا لشقاوته وتعاسته. أيها الإخوة الأكارم، أنا والله أربأ بكم عن أن يكتشف أحدكم هذه الحقيقة في وقت متأخر. والله المال لو ملكت مال قارون لن يسعدك إلا أن يشاء الله أن يسعدك. والله قد تخيم على بيت سعادة لو يعلمها الأغنياء لتخلوا عن ثرواتهم كلها ليكونوا في مصاف هذا الذي أسعده الله. إذا الله عز وجل وهب السعادة لإنسان، لا أحد في الكون يستطيع أن يسلبه إياها. قد يتوهم الإنسان السعادة في أن يكون له مركز مرموق، وهذا المركز المرموق إما أن يحصله بالقوة وإما أن يحصله بالعلم، فيسعى لنيل أعلى الشهادات، لا لشيء إلا لتدغدغ نفسه كلمة دكتور مثلا. قد يسعى لمرتبة عالية عالية كي يشعر أنه فوق الناس، يتوهم أنه إذا نال هذه الشهادة العليا وكتبها على مدخل بيته ورحب الناس بها ونظروا له نظرة إكبار وتبجيل وتعظيم، روى في نفسه حب العظمة. قد يصل إلى هذه المكانة المرموقة إما عن طريق القوة أو عن طريق العلم، لكنه يكتشف بعد فوات الأوان وفي خريف العمر أن الوجاهة زائلة وليست كل شيء، قد تكون شيئا ولكنها ليست كل شيء، بل ربما كان سعيه لهذه الوجاهة سببا في شقاوته. كلمة آه يتلفظ بها الإنسان في خريف العمر وكأن نفسه تذوب فيها، ضيعت عرفت بعد فوات الأوان. وقد يتوهم الإنسان السعادة في اقتناص الملذات من ناد ليلي إلى ناد ليلي، من سهرة حمراء إلى سهرة خضراء، من مكان إلى آخر، من فندق إلى فندق، من بلد إلى بلد، أموال طائلة وشباب وفير، فها هو ذا ينفق أمواله على ملذاته. ما قولكم أن هذا الذي يسعى للذته قد ينتحر في ربيع العمر؟ يكشف تفاهته، يكشف أن الإنسان إذا تبع لذته صار حقيرا، صار دنيئا، صار تافها، صار هامشيا، صار نوعا من الحيوان. كشف بعض الدول التي يعني قطعت مراحل واسعة في التصنيع وفي إحلال العلم والآلة محل الإنسان، كشفوا أن أثمن ما في الحياة هو الإنسان، وأننا من أجل أن نحقق بعض الأهداف الحضارية نضحي به، فإذا ضحينا به ضحينا بكل شيء. لذلك شعوب، أمم، أناس لا يعرفون شيئا، هم كالآلات يعملون ليأكلون، في مشارق الأرض ومغاربها، بهائم، يعني أناس ليس بينهم وبين البهائم فرق أبدا، لا يعرفون إلا العمل المضني واقتناص اللذائذ كالبهائم
والاستمتاع بالحياة بالطعام والشراب، ولا قيمة ولا فكرة ولا مبدأ ولا هدف، أموات غير أحياء، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا الذي يسعى إلى اقتناص اللذات يكتشف بعد فوات الأوان وفي خريف العمر أن اقتناص اللذات ليس كل شيء، بل هو شيء حقير، بل إنما كان اقتناصه لهذه اللذات سبباً لشقاوته في الدنيا والآخرة. أقول لكم كلاماً واضحاً كالشمس، ما من مخلوق على شكل ضيق، ما من إنسان على وجه الأرض إلا ويسعى لسعادته، ولكن الخطأ الفاحش الكبير الفادح يتأتى من سوء تصور الوسيلة المفضية إلى هذه السعادة. إذا توهمتها في المال فأنت مخطئ، إذا توهمتها في القوة والعز والسلطان فأنت مخطئ، إذا توهمتها في اقتناص اللذات فأنت مخطئ، إذا توهمتها في الفن فأنت مخطئ، إذا توهمتها في السياحة فأنت مخطئ. وهذا الخطأ خطأ مصيري، خطأ لا يصحح، خطأ لا يعدل، خطأ لا يتلافى، خطأ مدمر، خطأ يسبب شقاوة إلى الأبد. أما المؤمن هو كغيره من بني البشر يسعى لهذه السعادة، ولكنه عرف الطريقة الصحيحة الموصلة إليها، عرفها في معرفة الله، عرفها في طاعته، عرفها في القرب منه. لذلك خط المؤمن البياني في صعود دائم أبدا، بعد أن عرف الله من خير إلى خير، من سعادة إلى أكبر، من عقل إلى عقل، من رفعة إلى رفعة، من طمأنينة إلى أمن، أبدا. خطه صاعد، ولو جاء الموت، يأتي الموت ويتابع خطه البياني الصعود، وما الموت إلا نقطة على هذا الخط، لأنه تعرف إلى الأبدي السرمدي، تعرف إلى الحي الذي لا يموت، تعرف إلى الذي سيكون معه إلى أبد الآبدين، تعرف إلى الذات الكاملة، تعرف إلى من بيده ملكوت كل شيء، تعرف إلى مصدر الحق، مصدر الخير، مصدر الجمال، تعرف إلى الله. كان الله ولم يكن معه شيء، وسيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. الآن من مفارقات أن هذا المؤمن الذي سعد بربه قد يفتقر إلى المال، قد يكون دخله لا يكفيه، قد لا يكفيه دخله إلى آخر الشهر، ومع ذلك هو أسعد السعداء. قد تكون في جسده علة مرضية مزمنة، ومع ذلك هو من السعداء. قد يكون ذا شأن يسير لا أحد يعرفه، ومع ذلك فهو من أسعد السعداء. قد تكون حياته خشنة، ومع ذلك فهو من أسعد السعداء. ما هذه المفارقة؟ يعني تملك المال وتشقى، تملك القوة وتشقى، تملك عز الدنيا وتشقى، تمضي العمر كله في اللذائذ وتشقى، ويكون نصيبك من المال قليلا وقد عرفت الله فتسعد، وقد يكون شأنك في الحياة متواضع وتسعد، وقد تكون حياتك خشنة وتسعد. هذا هو سر الإيمان، هذا هو السر. يعني إذا عرفت ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. لذلك لن يتحقق مطلبكم جميعا في الدنيا والآخرة إلا عن طريق الدين، لن يتحقق
مطلبكم الأسمى وهو أن تسعدوا في الدنيا والآخرة إلا عن طريق معرفة الله، وعن طريق التقرب إليه، وعن طريق خدمة خلقه، وعن طريق محبته، وعن طريق التضحية بكل غال ورخيص ونفس ونفيس من أجل هذا القرب. هذا ملخص الدين، يعني الله سبحانه وتعالى هو الحقيقة الكبرى في الكون ولا حقيقة سواها، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وأي شيء يقربك من الله فهو حق، وأي شيء يبعدك عن الله فهو باطل. صار الباطل له معنى آخر، يعني أي شيء استهلك وقتك ومنعك من أن تكون مع الله في هذا الوقت فهو باطل. هذا الذي يجلس ويلعب النرد مع أصدقائه من دون تسلية فقط، تمضية وقت، هذا باطل، لأنك مخلوق لهدف سليم. ها أنت تستهلك هذا الوقت في هدف تافه لا جدوى منه. أيها الإخوة الأكارم، أعظم مطالب الإنسان في هذه الدنيا السعادة، ووالله الذي لا إله إلا هو لن تبلغوها إلا عن طريق معرفة الله. يا ربي، ماذا وجد من فقدك؟ وماذا فقد من وجدك؟ ماذا فقد؟ والبطولة عند تلك الساعة الرهيبة التي يغادر فيها الإنسان الدنيا، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. من أجل أن يبلغ هذا المطلب لا بد من التعرف على طبيعة تحرك الإنسان في الدنيا وما الذي يؤثر في تحركاته. الموضوع الآن يعني يتسم بطابع علمي، يعني تشترك فيه بعض يعني فيه ملاحظ إلى الموضوع الذي سوف نأخذ منه بعض اللمسات. نحن في حياتنا اليومية في عنا بصر، في عنا سمع، في عنا شم، في عنا ذوق، في عنا إحساس بالحرارة والبرودة والضغط والنعومة والخشونة بالجلد. فسمعنا وبصرنا وذوقنا وشمنا وجلدنا ينقل لنا أحاسيس العالم الخارجي، والإنسان ينطوي على نفس، تفرح، تحزن، تغضب، تحب، تبغض، تخاف، تتألم، تتشوق، تكره. هناك مشاعر داخلية وهناك أحاسيس خارجية. المشاعر الداخلية والأحاسيس الخارجية تنتقل إلى مركز في الدماغ تحب أن تسميه مركز الإدراك لك ذلك، العلماء القدامى سموه المصورة، يعني مكان تجميع الصور. في عنا صور بصرية، صور شمية، صور سمعية، صور ذوقية، صور داخلية. هذا المركز يتلقى صور خارجية وصور داخلية. هذا المكان اسمه المصورة. المصورة مركز تجميع معلومات، إن صح التعبير أرشيف. هذا المركز يرسل إلى مركز آخر وهو مركز التخيل، الذي اخترع الطائرة أو اخترع السيارة أو الذي كشف الكهرباء أو كشف هذه المخترعات، هذا استعان بمصورته أو بمركز الإدراك وألف من هذه التي يعرفها شيئا جديدا. هذا هو التخيل. كيف يتخيل الإنسان؟ يأخذ من معلوماته، من مبصراته، من مشموماته، من أذواقه، من أحاسيسه، من مشاعره الداخلية شيئا جديدا. يعني ليس هذا الجديد كليا،
لكن مواده الأولية قديمة، لكن شكله جديد. فهذه المصورة أو هذا المركز، مركز الإدراك بالتعريف الحديث، هذا المركز يمد مركز التخيل بالمواد الأولية. المهندس حينما يرسم بناء يعمل في هذا الرسم عن طريق مركز المخيلة. ما من إنسان يبدع، الشاعر الذي ينظم الشعر، هذا المكان مركز المخيلة، الخيال الخلاق يسموه، في خيال شعري، خيال فني، خيال علمي، خيال فلسفي، خيال، يعني الخيال أنواع. على كل، الخيال يعتمد على المعلومات والصور والأحاسيس التي يتلقاها الإنسان من محيطه الخارجي ومحيطه الداخلي. وهذه الصور النفسية والحسية تخزن أيضا في الذاكرة، في عندنا مركز ثاني في الدماغ، الذاكرة. وقد تحدثت في مناسبات عدة عن الذاكرة وكيف أنها تحتوي على مليار، على مليون مليار معلومة الذاكرة. هذه المدركات أو هذه الصور أو هذه المصورة أو هذا الأرشيف بالتعبير العلمي، هذا ينتقل إلى مركز آخر اسمه مركز البحث العلمي، أو بسموه التفكير. يعني أنت سمعت قصة بتفكر فيها صحيحة، في عندك مقاييس تقيس بها، تقيسها ببعض المقاييس، يا مقاييس نقلية قرآنية، يا مقاييس عقلية، يا مقاييس واقعية. على كل، إذا كان سمعت قصة أو شاهدت مشهد أو شفت ساحر مسك سكين دخلها ببطنه، هي صورة، لكن الصورة هي نقلت إلى مركز البحث العلمي، ليكون نصف السكين له يدخل في نصف، ليكون نصف السكين يدخل في مقبضها. قد تكون حيلة هذه، بتفكر. التفكير عملية تحليل وتركيب وقياس وتمحيص وتدقيق ودراسة المقدمات والنتائج. مركز البحث العلمي يتناول هذه الصور وهذه المشاعر فيحللها ويركبها ويقيسها ويزينها إلى أن يفرزها، بفرزها إلى أربع أنواع. أول نوع الوهم، يعني الإنسان بيسمع قصة فكر فيها كذب، مو صحيحة، خرافة، خلط. خلال دقائق ما الذي حصل؟ الأذن نقلت الصوت، مركز الإدراك أدرك معنى القصة، مركز الإدراك نقلها إلى مركز البحث العلمي، يعني فكر فيها فقال لك هذه خرافة. فهذا المركز، مركز البحث العلمي، يمحص الصور والمشاعر، يصنفها في أربع تصانيف. أول صنف الوهم، الوهم لا أساس له من الصحة. أخي قال في دواء، إذا الواحد مات وأكله شربه بيحيا، له خلط. مركز البحث العلمي رفض هذه الفكرة، رفض هذا المبدأ. في دواء بضاعف العمر، بيعيش واحد 120 سنة فيه إذا أكل، مو صحيح. مركز البحث العلمي يصنف الأشياء تصنيف آخر على مستوى الشك. الشك إذا كان برهان الإثبات في مستوى برهان النفي، شيء بيحير. هذه القصة من جهة صحيحة من جهة غير صحيحة، هذه تضع في مركز، في تصنيف الشك. الشك يعاد النظر فيها، تخزن في الذاكرة ريثما يتم التحقق منها. وفي عنا قسم ينتقل إلى مستوى غلبة الظن، يعني أغلب الظن أنه صحيح. وفي عنا قسم خطير جدا هو قسم اليقين. فالبحث العلمي أو مركز التفكير بيصنف كل الصور والمشاعر والمشاهدات والمسموعات والمبصرات والقصص والأفكار، كل شيء وصلك يصنفه وهم، شك،
غلبت الظن اليقين، اليقين قطعي، غلبة الظن قريب من القطعي. الشك يخزن ريثما يبت فيه، يعني يستوي نقضه مع إثباته، الوهم يلغى. ومركز البحث العلمي يزود الذاكرة بنتائج بحوثه. إذا صار الذاكرة لها تغذيتين، تغذية من المصورة مركز الإدراك، وتغذية من مركز البحث العلمي. ومركز البحث العلمي يصنف هذه النتائج في ثلاث أنواع: نوع اليقين، غلبة الظن، الشك. الشك يبحثه مرة ثانية، إما أن يجعله مع الوهم فيرفضه، وإما أن يجعله مع غلبة الظن فيقبله. الآن مركز اليقين هذا الذي توصلت إليه يقينا ينطبق على الشرائع السماوية تماما، هذا الحق الصحيح، هناك تطابق بين العلم وبين الدين، الذي جاء من السماء من خالق الكون ينطبق مع النتائج التي توصل إليها العقل عن طريق منهجه الصحيح. لذلك لا بد من تطابق العلم والدين. وما عهد أن في كتاب الله كله حقيقة تناقض حقيقة علمية، وما عهد في العلم الصحيح أن فيه شيئا يناقض كتاب الله. هون صار في لقاء، لقاء حتمي، بل إن مقياس العقل السليم تطابقه مع ما جاء في الشرع الحكيم. فيخذ مني قاعدة، أي فكرة تقرأها صحيحة إذا تطابقت مع آية كريمة، وباطلة إذا تناقضت معها. لو أنك قرأت مقالا عن الربا وأقنعك الكاتب أن الربا لا شيء فيه، ضروري لهذا المجتمع، والله عز وجل يقول يمحق الله الربا، فهذه المقالة باطلة، لأن العقل لا يمكن أن يصل إلى نتيجة تخالف الشرع الذي هو من عند خالق العقل، مستحيل. أنا مستحيل أعطيك قماش أقول لك هي 9 أمتار، ثم أعطيك مقياسا أقول لك قسها بهذا المقياس فإذا هي 8 أمتار. أنا أعطي مقياس ينقض كلامي، مستحيل. فربنا عز وجل كلامه القرآن، هل يعقل بالمقياس الصحيح أن نصل إلى شيء مخالف لكتاب الله؟ هذا مستحيل. الآن مركز اليقين ينقلب بعد الرضا والتسليم وبعد الطمأنينة القلبية إلى عقيدة راسخة. شوف منين مشينا، من المبصرات والمسموعات والمشمومات والمذوقات والمشاعر الداخلية إلى مركز الإدراك، من مركز الإدراك إلى الذاكرة وإلى المخيلة وإلى مركز البحث العلمي وإلى مركز التنسيق. فرزنا هالمعلومات المواد الأولية إلى شك كبيناه، إلى وهم رفضناه، وإلى شك أوقفناه، وإلى غلبة ظن اعتقدنا به، وإلى يقين آمنا به. أما الشك لا بد من أن يصنف إما مع غلبة الظن أو مع الوهم. بقينا على شيئين، شيء جازم يقيني وشيء يغلب عليه الظن. فالجازم هو العقيدة، والذي يغلب عليه الظن ينقلب إلى إرادة، وطبعا هو الذي يوجه الإرادة، والإرادة توجه السلوك. ما الذي يوجه الإرادة؟ الأشياء التي اعتقدت صحتها. الإرادة توجه ماذا؟ السلوك. لماذا أطلق فلان بصره في الحرام؟ لأنه اعتقد خطأ أن هذا شيء لا قيمة له. لماذا غض فلان بصره
هذا انتقل إلى مركز غلبة الظن أو مركز اليقين، واليقين نقل إلى الإرادة، والإرادة وجهت السلوك، فإذا هو يغض بصره. لماذا يمتنع هذا الإنسان عن أكل المال الحرام؟ لأنه بمجمل بحث العلمي وصل إلى أن هذا يغضب الله، وفي غضب الله خسارة كبيرة في الدنيا والآخرة. هذا انتقل إلى مركز اليقين، واليقين إلى مركز الاعتقاد، والاعتقاد وجه الإرادة، والإرادة وجهت السلوك. الآن في عندنا مركز آخر يضفي على هذه المعتقدات حيوية، ألا وهو مركز العواطف. الإنسان عقل وعاطفة، فبالعاطفة منغذي المعلومات، نشحنها بطاقة انفعالية، فالإنسان بالعاطفة يضاعف سلوكه. القناعات شيء والعواطف شيء آخر، لذلك أحياناً أنت بحاجة إلى شيئين، إلى قناعة وإلى انفعال. انفعال الحب مع الله عز وجل، هذا يضاعف طاقتك في السير إليه. أيام بيقول لك هي التوربو في السيارة، يعني أيام على السرعات العالية بيدخل جهاز جديد بيعطيها طاقة كبيرة جدا. كذلك الإنسان إذا كان وصل إلى مراتب عليا، تأتي العاطفة وتزيد حماسه وتضاعف طاقاته إلى الله عز وجل. بعد هذا كله الآن بيتحدد سلوكه، بيتحدد كيف بيكسب المال، بيحدد علاقاته مع الآخرين، بيحدد علاقاته الخارجية الداخلية، بيحدد مسارب انفعالاته، بيحدد أغراضه. هلأ كل الصحة والسلامة والسعادة بعد أن مرت الأمور بهذا الطريق. يعني الذي أريد أن أقوله لكم، هذا موضوع دقيق جدا وقد لا يكون هذا المكان ملائما للتعمق فيه، ولكن أخذ القليل كما يقول سيدنا علي كرم الله وجهه خير من ترك الكثير. يعني أنت سعيد بقدر ما تسلك المعلومات المسار الصحيح. خلي بالك الفكرة، هالسيارة هي تستمتع بها إذا كان سلك البنزين مسلك صحيح، من المستودع للمواسير المحكمة إلى جهاز الاحتراق، ينفجر في المكان المناسب، يحرك البستونات، تنقلب هذه الحركة إلى حركة دائرية، تدير العجلات، تنقلك من مكان إلى آخر. تستمتع بالسيارة إذا سار البنزين في مكانه الطبيعي، فإذا خرج البنزين عن مكانه الطبيعي وجاءته شرارة واحترق كان الدمار. المعلومات إذا سارت وفق المنهج الصحيح من الحواس إلى المصورة إلى المخيلة إلى الذاكرة إلى مركز البحث العلمي إلى مركز التنسيق العلمي إلى اليقينيات إلى غلبة الظن إلى الإرادة إلى السلوك، إذن أنت في طريق الجنة تسعد وتسعد. فالذي أريده منكم ألا تسمحوا لمراكز الدماغ أن تأتيها معلومات مغلوطة، أو أن تعطلوا مركز البحث العلمي، مركز التفكير يعني، أو أن تحلوا عقيدة في محل اليقين وهي عقيدة خرافية. يعني مثلا واحد سمع أنه النبي عليه الصلاة والسلام لن يدع أمته تدخل النار، هكذا ببساطة يعني بسذاجة. الشفاعة لها معنى قيم ومعنى سامي، أما على معناها الساذج معنى السوقي للشفاعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يدع أحدا من أمته يدخل النار، ويصر على الله عز وجل بأنه لا يدخل الجنة إلا إذا دخلت أمته معه. يا ربنا عز وجل بفض المشكلة يقول له فوتوا خلص، يلا فوتوا خلصونا بقى. هي إذا كان اعتقد فيها اعتقاد راسي حط محل يقينيات ما بقى يشتغل فيه النوم، قعد أكل مال حرام، نظر للنساء،
فعل نحن أمة محمد مرحومة، اللهم صل عليه، يصلي عليه زورا، يصلي عليه من أجل أن يمني نفسه أنه لا يدخل النار. هالفكرة هي، لو أن الإنسان وضع هالفكرة هي بمحل اليقينيات، واليقين وجه سلوكه وبدأ يأكل المال الحرام ويتساهل بأحكام الشرع ولا يبالي، اعتقادا منه بأن النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة إلا ويدخله معه، وانتهى الأمر. إذا اعتقدت أنه أنت ما لك اختيار، شقي شقي سعيد سعيد، من تي أمره أخي؟ ما تصلي، الله ما راد تصلي، هيك الله، هي مشيئته، كله شغل سيدك. هي إذا كان فكرة حطها محل اليقينيات وحركت سلوكه خرب بيته، مشي طريق الضلال. فأخطر شيء يعني بنحط مثلا بصندوق الحديد، بنحط مثلا قمامة، ما بيجوز، ما بنحط عملات مثلا، بنحط ذهب، بنحط ما لا تقولوا عملات، بنحط ذهب مثلا، بنحط أشياء ثمينة، أساور بنحط، أما تحط قمامة بصندوق الحديد مو واردة. هذا مركز اليقين مركز خاص، مركز اليقين مكانه بضاعته اليقينات اليقينيات. فإذا كان هناك خرافات كانت في هذا المركز، ما الذي يحصل؟ يحدث خلل في السلوك. فدائما الإنسان ما دام الله عز وجل وهبه هذا الفكر، إن الله عز وجل وهبنا أثمن شيء في الكون وهو الفكر. يعني مرة قرأت هيك بكتاب أنه إذا الله عز وجل ربنا عز وجل خلق الإنسان شقي من الأزل وكتب عليه أن يكون شقيا فسيأتي إلى الدنيا، فلو أطاع الله انقلب علم الله جهلا، إذا لازم تمعصي، هيك الله شأله، ثم يموت كافرا ويستحق الخلود في النار. قال وهذا محض العلم محض العدل. طيب لماذا؟ أنا لفت نظري هالتعليق، وهذا محض العدل. قال لأن الله عز وجل لا أحد يسأله. طيب إذا انتفت المسؤولية هل ينقلب الظلم عدلا؟ الله أعطاك مركز بحث علمي، أعطاك مركز تفكير حر، لا تقبل قصة غير صحيحة، قيسها بمقياس القرآن. يعني الله عز وجل، قرأت مقالة أنه النحل مهمته الأولى ليست إنتاج العسل، بل مهمته الأولى تلقيح الأزهار، وإنتاج العسل شيء ثانوي. يعني أنا إلى حد ما قبلت هذه الفكرة، إلى أن قرأت قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا إلى آخر الآية، يخرج منه شراب، معناها الأصل إنتاج العسل. القرآن مقياس دقيق جدا، يعني في البيع، في الشراء، في الزواج، في الطلاق، في كل شيء، الأصل كتاب الله. فلما الإنسان يسمح لمراكز عقيدته يدخل له خرافات، أشياء باطلة، أفكار غير صحيحة، أنه أخي إذا كان أنت طلعت نفسك، أنت متزوج، أنت محصن، بعدين إذا كان شفت الجمال قول سبحان الله، يعني تزداد قرب من الله إذا تأملت هذا الجمال، شعال والله يعني. هيك في أفكار أيام تجي للواحد دون يمشي طريق الهاوية. فلذلك الإنسان بده يمحص عقيدته. الخطأ بالسلوك سهل لأن الإصلاح سهل، أما الخطأ بالعقيدة مدمر، لأن صاحبه لا يفكر في إصلاح خطأه، يظن أنه على حق وهو على باطل. الخطأ في السلوك سهل، أما في العقيدة خطر جدا. فهذا الذي سوف نتابعه إن شاء الله في درس قادم. والآن إلى بعض ما في إحياء علوم الدين عن آداب الألفة والأخوة. وصلنا في الدرس الماضي
إلى إصلاح ذات البين. من حق المسلم على المسلم، نحن بقينا أسابيع عدة في حقوق المسلمين على بعضهم بعضا، من هذه الحقوق إصلاح ذات البين. قال صلى الله عليه وسلم: من ستر على مسلم ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة. يا أخوان، خلق الستر لا يعرفه إلا من ذاقه. أيام تعرف على أخوك قصة، بيجيك دافع تحكيها بمجلس، إن قصة فعلا مسلية وغريبة، وتسبب فضيحة لأخوك، تتكلم بها من أجل أن تملأ الوقت ومن أجل أن تسر الحاضرين، ولكنك بعد أن تتكلم بها تحس بانقباض لا يعلمه إلا من ذاقه، لأنك خنت أخاك. أما الموقف الأرقى أن تكبح جماح نفسك في الحديث عن هذا الموضوع صونا لعورة أخيك وكأن الشيء لم يقع. هذه البطولة، البطولة أن تسكت لا أن تقول. من ستر على مسلم ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يستر عبد عبدا إلا ستره الله يوم القيامة. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يرى المؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا دخل الجنة. شو العورة يعني؟ العورة لها معنى واسع جدا، يعني البارحة تخانق مع زوجته، ساكن جنبه أنت، تخانقوا ويمكن تضاربوا كمان، ثاني يوم دريت تقاتلوا، حكيت الأول واحد للثاني للثالث للرابع، فضحته بين الناس. بتعرف في الموضوع قد يكون أمر خطير جدا، قد يكون أمر لا يحتمل، قد يكون قضية بتمس يعني إلى مضاعفات خطيرة، قد يكون الأخ عصبي فقد صوابه مثلا، ما بتمرق له إياها. لذلك: لا يستر عبد عبدا إلا ستره الله يوم القيامة، ولا يرى المؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا دخل الجنة. العورة إذن أي شيء يعني يخالف الأعراف والتقاليد وما تعرف عليه الناس، يعني انكتب الكتاب وصار العرس وولدت بعد 8 شهور، بيستنبط منها استنباطات كبيرة، ما دام الكتاب مكتوب مو شغلك هذا، بيصل لموضوعات وبيشهر وبيحكي وبيعملها حديث دسم وبينقله من إنسان لإنسان. نعم. قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: لو وجدت شاربا لأحببت أن يستره الله، شارب خمر يعني، ولو وجدت سارقا لأحببت أن يستره الله. وفي الحديث الشريف: إن الله تعالى إذا ستر على عبد عورته في الدنيا فهو أكرم من أن يكشفها في الآخرة، وإن كشفها في الدنيا فهو أكرم من أن يكشفها مرة أخرى. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرجت مع عمر رضي الله عنه ليلة في المدينة، فبينما نحن نمشي إذ ظهر لنا سراج فانطلقنا نؤمه، فلما دنونا منه إذا باب مغلق على قوم لهم أصوات ولغط، فأخذ عمر بيدي وقال: أتدري بيت من هذا؟ قلت: لا. فقال: هذا بيت ربيعة ابن أمية بن خلف، وهم الآن في شرب، فما ترى؟ قلت: أرى أن قد أتينا ما نهانا الله عنه، قال تعالى: ولا تجسسوا. فرجع عمر عنهم وتركهم، وهذا يدل على وجوب الستر وترك التتبع، وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاوية: إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه
ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في جوف بيته. النبي عليه الصلاة والسلام أثي بسارق فقطع يده، لكنه أسف وجهه، انتقع لون وجهه، فقيل يا رسول الله كأنك كرهت قطع يده، قال وما يمنعني، لا تكونوا عونا للشياطين على أخيكم. يعني ما دام قد بلغه هذا الأمر فلا بد من قطع يده، لكن تمنى عليهم أن لا يبلغوه هذا الأمر، هي قاعدة بالفقه، يعني إذا بلغ الإمام الحد لا عفى عنه إن عفى، لكن البطولة أن تحتاط أنت أن تجعل أخاك يتوب دون أن تبلغ الإمام ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله ليدني منه المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره من الناس فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا ربي، حتى إذا أقرره بذنوبه فرأى في نفسه أنه قد أهلك قال له يا عبدي إني لم أسترها عليك في الدنيا إلا وأنا أريد أن أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. كمان في ناحية مهمة جدا، إذا واحد له جاهلية لا ينبغي أن يقولها لأحد كائنا من كان، إذا كان الله عز وجل تفضل عليك وسترك وأسبل ستره عليك تفضح نفسك أنت، هذا عمل لا يرضي الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل السوء سرا ثم يخبر به في اليوم التالي. وقال صلى الله عليه وسلم من استمع خبر قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة. يعني واحد ماشي عم تخانق مع زوجة بالطريق، يمكن تصير رايحين على المحكمة مثلا، مشي وراه وصنع شو خلاف، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. هذا عمل فضولي، هذا إنسان حشري، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وسوف نتابع الحديث إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.